رومانسية بين السودان وأوروبا، لأن احنا أبعد من مصر عن أوروبا، وأبعد من لبنان والجزائر والمغرب وهكذا. بعدين الظروف تغيرت. في الزمان اللي أنا كتبت فيه كان الصراع العربي الإسرائيلي في أشده، وكان الصراع الجزائري الفرنسي على أشده، وكان العالم العربي تجتاحه موجات عنيفة جدا قومية وغيرها. فكان مستحيل أن أكتب رواية زي ما كتب أخونا سهيل إدريس، إن واحد أحب في باريس أحب واحدة وكذا، وبعدين ذهب لأهله وهي بقيت عند أهل. طبعا حزن وهي حزنت، لكن عندي كان لابد من العنف والحدة. نعم، أنت طرحت فيها مضامين مختلفة ومعمقة وكثيرة فلسفية يعني وانتمائية إلى مجتمع آخر، وأيضا نفسية كثيرة جدا. نعم، فبالتالي ليست قصة حب واحدة. أيضا أنت أخليت هذا البطل الذي هو مصطفى سعيد من القدرة على الحب، يعني فعلا يعني هذه حقيقة ثابتة، وإنما صورته ذلك الشبق المطارد للنساء بأحيانا رغبة غير واضحة بعضنا، يعني في حالات سريعة تنتهي القصة العلاقة، وأحيانا تطول قليلا، وأحيانا تنتهي نهاية مأساوية، وأحيانا تنتهي نهاية معقولة ولكنها تنسى بسرعة. يعني أيضا صورت هذا إنسان عابر ولكنه يريد أن يبحث عن لذائذه. ونحن دخلنا في قضية الخير والشر. هو كان أو هكذا وصف نفسه، طاقة مثل طاقات الطبيعة، ليست خيرا ولا شرا. نعم. عن الرعد هو بيقول الصواعق حين تنزل وتكسر هي ليست شريرة. نعم. فهو كان مدفوع بطاقة ميتافيزيقية تقريبا. نعم. هو نفسه يمكن مش مدرك أبعاده وتأثيراته. نعم. ربما بعد أن يبلغ من السن مرحلة معينة ويعود إلى حساب ذاتي قد يكون يدرك أشياء معينة لو قدر. والله ما أدرك، لأنه لو تذكر هو اختفى. نعم. فحتى في القرية حاول يستقر. وهذه النهاية الغريبة، يعني كنا نتوقع أن تكون النهاية ليست بكل هذا الانفتاح، يعني في إشارات معينة لماذا هذا الاختفاء؟ يعني لا، لأنه الموضوع كبير. يعني هو الاحتمالات أمام الكاتب أن يجعله يسعد في القرية، تزوج بنت كويسة وأصبح محبوبا في البلد ومفيد، كان ممكن يبقى ويعيش معهم، أو أن يرحل عن البلد بطريقة مفهومة. لكنه هو أيضا بنفس الطريقة التي عاش بها اختفى أيضا كقوة من قوة الطبيعة. أتصور كده. يعني هذا الرجل مذهل في كل مسيرة الحياتية، وطبعا قد يشبهه كثيرون، يعني في كل تصرفاته أحيانا فيها نوع من العبث، يعني نوع من العبث والقوة والعنف، يعني لا غير مبررة معظم التصرفات. يعني أنا لم أقابل أحدا مثله إطلاقا، ولو أنه قابلت ناس ظنوا أنه يشبهون الشخصية. نعم. ربما في مرحلة معينة قد يكون في الشبه، يعني في حالة، في صفة يعني. ننتقل إلى بعض الروايات الأخرى. في الروايات الثانية أنت تؤرخ للمجتمع السوداني بشكل دقيق جدا، وكأنك تريد أن تنقل ما يحدث في رواية تسجيلية بروح أدبية راقية، ولكن أيضا طبعا نظرا لأهمية هذا المجتمع وتعمقك وتجذرك فيه، فأنت تنقل مصطلحات التي يجهلها كثيرون، ربما لأن الثقافة السودانية لم تكن يعني أيضا مبثوثة إعلاميا وموجودة في ذهنية العرب في كل الأقطار العربية. ولهذا بعض الألفاظ مثل ما هي مثلا الألفاظ السعودية العميقة في البيئة البدوية أو البيئة الريفية حينما تكتب في رواية أو في قصيدة شعر قد لا يفهمها الجزائري أو المغربي أو العراقي أو السوري، فيعني نجد إشكالا في فهم بعض المصطلحات والدلالات رغم سياقات المعنى التي قد تقرب. عرس الزين ودومة ود حامل وضو البيت وبندرشان، هل أنت معني فعلا بهذا الغرض وبهذه القصدية الواضحة؟ والله يا أخي هو في
مجموعة أسباب لماذا استغل اللغة الدارجة في سياق الفصحى. طبعا أنا كما أقول دائما موقفي واضح وصريح أن اللغة العربية الفصحى هي لغة التفاهم ولغة الإنتاج الأدبي والفكري وكل شيء، ولكن اللغة الدارجة هذا نهر ضخم موجود في كل البلاد العربية، وفيه أشياء أحيانا تكون ضاعت من الفصيح. في شعر دارج يسمى هنا عندكم نبطي أو زجل في مصر أو دوبيت عندنا في السودان، أفصح كثيرا من بعض الشعر الذي يزعم أنه فصيح. يعني هو فصيح لأنه في فاعل وفعل وفي فعل وفاعل وإلى غيره، وفي مبتدأ وخبر، لكن غير كذا المعاني الصور تلقاها ما لها قيمة. مثلا في مصر أنا أعتبر شعراء أمثال الأبنودي وصلاح جاهين وبيرم التونسي هذول شعراء حقيقيين. موجود هنا معنا الآن شاعر كبير من لبنان هو طلال حيدر، هذا صور من أروع ما يمكن. بكتب بالدارجة. عندنا في السودان شعراء كبار، وأنا دائما أتمثل بالحردلو. الحردلو هذا لقب لشاعر من قبيلة الشكرية، عاش في أواخر القرن التاسع عشر وتوفي في أوائل هذا القرن. هذا يقارن بذي الرمة مثلا، وأنا فعلا أجريت مرة في بعض المقالات مقارنات بينه وبين ذي الرمة وبين ابن المعتز مثلا. هذول شعراء فصيحين حقيقة. ولذلك أقول إنه العرب لكي يعرف بعضهم بعضا حقيقة، مش كفاية بس يعني يعرف الأشياء المرئية الظاهرية، لازم يبذلوا جهد يعرفوا اللهجات العامية في الحجاز وفي نجد وفي المغرب، ويعرفوا الشعراء الكبار. فأنا قلت يا أخي اطرح هذه الدارجة، ولا توجد كلمة واحدة أنا استعملتها إلا وهي لها أصول في الفصحى، والكلمات القليلة إذا حدثت أفسرها دائما. عموما لو لم يكن لها أصول المهم فهمها، يعني قد تستخدم اللهجة الدارجة أو اللغة العربية مصطلحات جديدة وتضيفها إلى قاموسها ولا تزيدها ثراء واتساعا، أن تكون مفهومة في عند المتلقي. جميل، لأن الحوار وقته مع الأسف محدود، وكنا نتمنى أن يطول ويطول، لأن أيضا البحث معك طويل يا أستاذ طيب، ولكن سألقي أسئلة قصيرة جدا. أنت تكتب الرواية بلغة عذبة وبشفافية إنسانية وشعرية موحية جدا، ربما تصور شيئا من طبيعتك الرقيقة والمهذبة يعني. لكن فعلا هل قدر لك أن تكتب الشعر؟ لا والله أبدا. إلا البيت والبيتين. وأنت تحفظ منهم كثير. أنا أحب الشعر، وإذا أحببت شعرا أحاول أن أحفظه لكي تتمثل به. نعم. يعني أنا أستطيع أن أقول إذا صح لي التعبير وإذا كنت قادرا على القول إنك تكتب الرواية الشعرية، يعني في بعض المقاطع كأنها شعر. الله أعلم. نعم، وخاصة حينما يبوح البطل وجدانيا ويتدفق. جميل. يعني أريد أن أيضا نختم هذا الحوار بتساؤلات ذاتية. هل حققت بعض ما تريد؟ الحمد لله. يعني على المستوى الأدبي، المستوى العلمي. الحمد لله. الإنجاز التحقيق هذا لا نهاية له. يعني ممكن كان كنت أنجز أكثر، كان ممكن أكتب أكثر، لكن أنا راضي بما فعلت عموما على وجه العموم. طيب هل ترد على من يتهمك بأنك صاحب رواية واحدة ليس إلا؟ لا ولا إلا، أنا أظن هذا ظلم كبير. في بعض الكسل عند بعض الناس لا يبذلون جهدا، لأنه أنا بعد موسم الهجرة
كتبت عملين أظنهم فيهم شيء مهم يعني لا يخلواني في تجريب في الأسلوب في الشكل في أفكار جديدة. بندرشاة اللي هي بندرشاة وضوء البيت. لا ضوء البيت ومريود تحت عنوان واحد هو بندر شاه، وهذه الرواية لم أفرغ منها بعد في حلقة في حلقات أو أجزاء يعني أجزاء يعني. إذا ربنا يعني نعم. أتاح لي الزمن نعم. يمكن تكون ثلاثة أربعة خمسة نعم. طيب أستاذ الطيب، هل ذهبت إلى 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 الغربة دارسا أم باحثا عن لقمة العيش؟ أنا ذهبت دارسا، ولكن اشتغلت في البي بي سي لكي أدرس. طيب هل تعتز بتلك المرحلة التي عملت فيها إذاعيا أم أنها ضيعت منك الكثير؟ أبدا، أنا أعتبر الفترة التي قضيتها في البي بي سي كانت مفيدة جدا. كان في لندن طبعا، ولندن تكاد تكون عاصمة العالم ثقافيا، مسرح عظيم و طبعا ودار أوبرا دور وهكذا نعم. ثم البي بي سي نفسها مؤسسة غير عادية نعم. يعني هذه أشبه ما تكون بأكاديميات نعم، جامعة أو جامعة، واستفدت جدا جدا منها نعم. سؤال أخير، بقي دقيقة واحدة، هل أنت أيضا مرتاح لقرارك في أن تقترن ببنت غير ابنة بلدك، أم أنك يعني أيضا لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت لم تختر إلا ابنة بلدك؟ أنت عارف يا أخي، نحن في العالم العربي عندنا ميل إلى أن نحول المشاكل الفردية يمكن إلى قضايا. هي مش حكاية تتزوج إنجليزية ولا تتزوج واحدة من نيجيريا ولا من ترينيداد، يعني هي لا تحتاج إلى قرار عام تقول والله زواج الأوروبيات خطأ أو زواج العربيات صح. في ناس تزوجوا عربيات وتعبوا، في ناس تزوجوا بنات أعمامهم وتعبوا صحيح. فالقرارات الإنسان ما ينظر إليها في تقديري بعد هذه السن على أنه والله أنا لو كنت تزوجت سودانية كان أحسن. نعم صحيح، كان ممكن يكون أسهل من عدة نواحي نعم. ولكن أيضا نجاح الزواج من هذا النوع اللي أنا يعني وأنا لست أول من فعل ذلك نعم. في آلاف، في أيضا روح المغامرة وروح الاكتشاف نعم. وإذا نجح الإنسان يكون سعيد جدا، وفيه قضية تحسين النسل أيضا، هذه كمان مهمة. ثبت ذلك؟ طبعا أظن في حديث والله أعلم، مش في حديث يقول تغربوا صحيح إيش الحديث كذا تنجيبوا هذا المعنى العام أيوة. يعني أنه أفضل يلاحظ إن في جينات بيقولوا العلماء تيجي جينات من جميل. أماكن أخرى. لكن هل المشروع نجح بهذا المعنى يعني؟ أظن كذا والله يعني. البيئة الأوروبية اجتذبت أم البيئة السودانية؟ نعم. البيئة السودانية اجتذبت أم البيئة الأوروبية بالنسبة للناس لديكم يعني؟ هذول يمثلون نتاج جديد في العالم. مزيج. مزيج من يعني من بالنسبة للابن الابن أو بنتك يا أستاذ الطيب يعني مزيج من البيئتين من اللونين من الشكلين من كل شيء. وأولا من ناحية الشكل أنا لي ثلاث بنات وطلعوا جميلات، ربنا يخليهم إن شاء الله. زوجة اسكتلندية وهدول تعرف بدو زينا كذا فأخذوا من هناك وأخذوا من سلالات عربية نوبية، أصبح خليط جميل جدا جميل. وأنا أفتكر هذا الخليط كثيرين من هذا النوع نعم. لعلهم هم الذين سيرثون الأرض
نعم تهجين النهاية. تهجين موفق يعني. طيب السؤال الأخير ولم يبقى إلا نص دقيقة، الزميل المخرج يشير إلي يعني. هل هجرتك الآن اختيارية أم قصرية بالنسبة لبلدك؟ هل يمكن أن تعود إلى بلدك في النهاية؟ لا أكيد أكيد ما يمكن. في ما يمنعني من العودة. والآن بقاؤك اختياري في الخارج؟ بقاؤي اختياري لأنه تعودت على المكان الذي أنا فيه. يعني ليس نابع من موقف سياسي؟ لا لا طبعا أنا لست على وفاق مع هذا النظام وهذا معروف وكتبت في نقدهم، ولكن هم الآن أصبحوا أكثر تسامحا وفهما نحو، وأنا مش سياسي على أي حال يعني أنا مفكر وأعبر عن رأيي كمواطن. نعم فكتر خيرهم ما يزالون يدعونني للعودة. إذن أنتم على وفاق. نحن ما في خلاف بيننا. نعم سعيد بالحوار معك، ولولا ضيق الوقت لكنا أيضا تناولنا قضايا في بالي يعني كنت أتمنى أن أطرحها. الله يخليك. أنا أيضا سعيد بالحوار معك. كنا حقيقة في ضيافة كريمة ولطيفة ومهذبة وراقية مع الأستاذ الطيب صالح الروائي والكاتب والمثقف والمفكر المعروف. شكرا لأديبنا الكبير الأستاذ الطيب صالح صاحب الرواية العربية المعروفة موسم الهجرة إلى الشمال وصاحب الروايات الأخرى المتعددة، وكنت ذكرتها في المقدمة ولابد أيضا أن أعيدها لأذكر بها، عرس الزين ودمت ود حامل وبندرشة وبأقسامها المتتالية إن شاء الله. شكرا لأديبنا، ونتمنى أن يكون معنيا بكتابة شيء من السيرة الذاتية لكي نرصد تجربته الإنسانية والفكرية والأدبية، وأيضا بجمع ما كتبه من مقالات مختلفة في مجلة المجلة. شكرا لضيفنا الكريم، ونتمنى لك مزيدا من الصحة. شكرا. تحية لكم إخوتنا الكرام، ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة وإبحار جديد مع تجربة أدبية جديدة ورؤى فكرية متعددة. شكرا، إلى اللقاء.